السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعا شرح بسيط جدا طريقة تشغيل لعبة بيبسي مان، بما ان اللعبة مشهورة وكثير الناس تدورها. طبعا اول شيء الشكر موصول للاخ فيصل الدهيم، نزل لنا الرابط موجود هنا. طبعا هذا رابط تحميل اللعبة، تدخل على الرابط راح يفتح لك موقع ميديا فاير، تحمل اللعبة من داونلود. تحميلها بسيط جدا، حجمها 10 ميجا بس. يخلص التحميل راح يفتح معك مثل كذا هذا الملف اللي يرفعه فيصل ديهم. بكل بساطة تفتح الملف هذا، راح يفتح لك مثل كذا. تضغط على، طبعا هذه مقدمة البلاي ستيشن 1، تضغط على فايل، تحط انسرت سي دي ايمج، تدخل على الملف اللي اسمه فصفص فيصل، راح تلقى بيبسي مان والصيغة حقتها. بس اضغط عليها ضغطتين، هذه اللعبة اشتغلت معك، تلعبها بشكل طبيعي وبشكل عادي جدا. الكيبورد يعني في ازرار، بس ابغاك تتعلم على الكيبورد. اتوقع حرف اي يعني انتر، وسبيس يعني ستارت، يعني تعود عليها وراح تعرف لها. هذه اللعبة زي ما واضحة، شغلتها سهلة، واستمتعوا، حياكم الله.